طيب خلينا ناخد كابتن ناصر عباس طبعا حكمنا الدولي والمحلل الفني في قناه النادي الاهلي معانا على التليفون، هنتكلم معانا ونرجع نتكلم بشكل كبير جدا ونكمل كلامنا. كابتن ناصر مساء الخير. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. كل الساده المشاهدين، وطبعا بنتمنى طبعا التوفيق للتحكيم ونتمنى التوفيق لكل فرق الدوري المصري. كابتن ناصر في نفس المكان ده كنت ضيف عليا هنا في السادسه، وقلت انه لما جينا اتكلمنا على الفار قلت اعتقد انها فرصه كبيره جدا لدعم الحكام المصريين، واتمنى ان وجود الفار يساهم بشكل كبير جدا في تقليل الاستعانه بالحكم الاجنبي عشان الحكم المصري ياخد فرصته، واعتقد انه الفار هيكون واحد من الادوات المساعده اللي تخلينا نطلع بره فكره التعصب او التطرف او التحامل خليني اقول على الحكم المصري. لكن الحقيقه اللي شفناه في الماتشات السابقه سواء فيما يتعلق بمعايير تطبيق مواد القانون او سواء فيما يتعلق بمعايير اختيار الحكام لادارات المباريات يخلينا نحط كتير من علامات الاستفهام. يهمني اسمع راي حضرتك. طبعا اكيد كلام حضرتك ممتاز كابتن احمد، واحنا قلنا فرصه للحكام كلها لما بيكون الفار موجود اكيد الاخطاء بتقل. ليه؟ بتبقى في فرصه للحكم ان هو بيتراجع مع المخالفه لما الفار بيجي. ولكن هنقول حاجه مهمه جدا كابتن احمد، ان احنا بنتكلم النهارده في تطبيق التقنيه، هو طبعا للاسف الشديد ان هناك فروق فرديه في التقدير العام للاخطاء الفنيه والعقوبات الانضباطيه، قد تختلف من حكم الى حكم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت احيانا بتبقى نفس اللعبه هي في نفس المباراه والقرار بيبقى مختلف في اللعبتين، ودي مشكله التقدير اللي الاتحاد الدولي دايما بيحاول في الكورسات اللي بتتعمل في الاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه ان هو يحاول يوحد القرارات التحكيميه. طب ممكن ناخد حاله واحده بس كابتن ناصر، تسمح لي ناخد حاله واحده، يعني الحاله اللي بيرفع فيها او بيحصل فيها تداخل ما بين قدم لاعب وراس لاعب تاني، هل نص القانون ما وضحش ازاي المخالفه بتتحسب في الحاله دي؟ هو هنا خلينا نتكلم كابتن احمد في الحاله اللي هي حضرتك بتتكلم فيها في اللاعب اللي هو لعب الكوره، هل هو نجح في لعب الكوره؟ اللاعب المنافس نجح في لعب الكوره ولا ما نجحش في لعب الكوره؟ في فرق كبير جدا لما بنيجي نتكلم في الركله الحره غير مباشره، وهل تحتسب امتى؟ دي كلها ليها معايير زي ما قلت لحضرتك انت، ممكن جبت اللقطتين القرارين كان فيهم مختلفين. هنا زي ما قلنا الحكم بيختلف تقديره من حكم الى اخر. وعشان توحد الامور ديت كابتن احمد هتبقى صعبه جدا جدا، لان احنا قلنا زي اللاعب بالظبط، في لاعب عنده موهبه ولاعب عنده امتيازات وفي لاعب ثاني قدرته الموهبه عنده قليله. طب انا هقول مثلا الجزئيه دي يا كابتن ناصر فيها تقدير من الحكم تختلف من حكم لاخر حسب رؤيته للواقع، لكن خليني اقول لك على حاجه كابتن عشان اتفضل. بس انا بس هتكلم في جزء مهم جدا. اتفضل كابتن ناصر. وهو تقريبا في الدقيقه اللي هي حصلت فيها شد من اللاعب نادي الاتحاد، ده كان سؤالي لحضرتك. هو ده كان سؤالي جدا جدا. ايوه احنا قلنا الفار كابتن احمد بيتدخل في الحالات الاربعه اللي من ضمنهم حاله ركله الجزاء جوه او بره. جوه او بره، ودي الاماكن اللي هي بنقول ايه الحقيقه المكانيه دي موجوده عند مين؟ عند بتاع الفار او عند الحكم بتاع الفار. لو شفت الحاله هنلاقي ان الحقيقه المكانيه هنا ان المخالفه تمت من الخارج وامتدت الى داخل منطقه الجزاء. تمام. وبالتالي هنا الفار طلب الحكم للمراجعه في الحاله اللي هي بتاعه لاعب النادي الاهلي هنا، وهنشوف قد ايه الشد كان موجود من بره وتواصل وامتد الشد الى جوه. حتى لو اللاعب هنا على خط ال 18 يا كابتن احمد، هنا الخطوط بتعتبر ضمن المناطق المحيطه بها، وبالتالي هنا حتى لو اللاعب على الخط واتشد بتبقى ركله جزاء واضحه جدا جدا للنادي الاهلي. وهنا انا بستغرب بقول ان الفار لما بيجيب الحكم، هو هنا الحكم هنا بيقول ايه؟ في ركله جزاء او مش ركله جزاء؟ طب الفار جاب الحكم، اذا الفار عنده حقيقه بيقولها للحكم، تعالى اتفضل وشوف عشان تاخد القرار. هذه الحاله طبعا حاله من الحالات اللي هي كانت واضحه امبارح. لا هو انا اسال حضرتك سؤال معلش واضح وصريح يا كابتن ناصر، هو حضرتك بعد ما الفار استدعى كابتن ابراهيم نور الدين وراح شاف اللعبه، هل من الطبيعي ان يتجاهل حاله الجذب لاي سبب من الاسباب؟ يعني هل في نص القانون او في اي حاله تسمح لحكم بتجاهل حاله جذب واضحه وصريحه مصر كلها شافتها، ولا لانه القصه مش قصه ركله جزاء او القرار مش قرار ركله جزاء فبالتالي غض النظر عن الواقع من اساسها؟
سؤال مهم جدا، بس انا عاوز اوضح نقطه كابتن احمد، نقطه مهمه جدا. هل الفار هنا، لان الفار النهارده عشان يجيب الحكم لابد ان هو بيجيب له اكتر من زاويه عشان يقدر ياخد القرار اللي هو الصحيح. أيوه. هل الفار كان عنده امكانيه ان هو يجيب الزاويه اللي بتوضح المخالفه؟ وده مهم جدا، نقطه مهمه عاوزين نتكلم فيها كابتن احمد. ليه؟ لان احيانا التقنيه، احنا مشكله الفار في ثلاث حاجات. احنا قلنا شركه النقل التلفزيوني دي واحده. أيوه. نمره اثنين اللجنه المشرفه او الشركه المشرفه على تطبيق التقنيه دي اثنين. نمره ثلاثه الحكام. انا النهارده بتكلم في الفار، لما بتجيب الحكم وطبقا للبروتوكول من فضلك تجيب له الزاويه الواضحه اللي يقدر من خلالها ياخد القرار الصحيح. لان انا النهارده باجي كحكم بطلب منك اكتر من زاويه. لو انت حضرتك ما عندكش زوايا، طب انت هتديني القرار ازاي؟ أيوه. اذا احنا النهارده بنتكلم في التقنيه بشكل عام، مش بس في الحكام الفار، لا بنتكلم في التقنيه، في التطبيق، في الكاميرات اللي موجوده في ميدان اللعب، بنتكلم في الشركه اللي هي مشرفه على تطبيق التقنيه، لابد ان هي توفر كل الامكانيات في ان انا كحكم لما بجيب الحكم من فضلك بتديني اكتر من زاويه، بتديني اللي هو الزوايا اللي فيها سرعه والزوايا اللي فيها 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 بطء، كل الكلام ده انا بطلبه تديهوني. انما انا شايف امبارح في حاله من الحالات اللي هي حصلت في نهايه المباراه، وكان هناك ركله جزاء، اعتقد من وجهه نظري الكل اجمع ان هناك ركله جزاء للنادي الاهلي. طب سؤال قانوني اسمح لي يا ساره، بس هسال في نفس جزئيه ضربه الجزاء دي، لو بدات المخالفه من خارج منطقه الجزاء واستمرت حاله الجذب والعرقله الى مداخل منطقه الجزاء ونتج عنها وقوع داخل المنطقه دي، تتحسب ايه في القانون يا كابتن ناصر؟ ممتاز يا كابتن، احنا قلنا المخالفه عندما يكون هناك شد ويمتد، الشد الحاجه الوحيده في القانون ان كان خارج منطقه الجزاء وامتد هذا الشد الى داخل منطقه الجزاء، طبقا للقانون الحكم بيحتسب المخالفه من داخل منطقه الجزاء. اما اذا كان هناك شد والشد تتوقف قبل منطقه الجزاء، طبعا بحسب ركله حره مباشره من بره منطقه الجزاء. حاله امبارح الشد امتد الى داخل منطقه الجزاء يا كابتن احمد، وبالتالي زي ما قلت حضرتك كانت حاله من الحالات اللي كان يجب عليه الحكم ان هو طبقا للقانون ان يحتسب ركله جزاء. تفسيرك ايه انه كابتن ابراهيم نور الدين ما حسبش البنالتي او ركله الجزاء للنادي الاهلي؟ انا بقول في حاجه احتماليه اكتر من احتماليه يا كابتن احمد، زي ما قلت حضرتك، هل هو في الفار يعني اداله الزاويه اللي هي من خلالها يقدر يوضح ولا لا؟ ده السؤال. أيوه. ده السؤال ده اللي احنا بنتكلم فيه، لان انا بقول ايه؟ من فضلك هات افضل زاويه للحكم عشان يقدر ياخد بها القرار. ولو انا النهارده جيت حضرتك قلت لك تعالى شوف القرار دوت وما اديتلكش الزاويه اللي هي توضح المخالفه، بتبقى في صعوبه في اتخاذ القرار، ولكن احنا بنتكلم كمشاهدين، هي نفس اللي احنا شفناه اعتقد الحكم شافه. أيوه. اللي احنا شفناه في التلفزيون، لان هي نفس اللقطه اللي شفناها اعتقد الحكم شافه. هو حضرتك شخصيا يا كابتن ناصر محتاج تشوف زاويه ثانيه عشان تبقى اللعبه واضحه بالنسبه لك؟ يعني الزاويه اللي احنا شايفينها دي طبقا للبروتوكول يا كابتن احمد، انت بتجيب لي اكتر من زاويه عشان اقدر اشوف المخالفه بشكل واضح. ليه؟ عشان كده بنقول ايه؟ الكاميرات اللي في ميدان اللعب هل هي كافيه للنقل ولا مش كافيه؟ لان احنا قلنا ان في بروتوكول بيقول النهارده اقل شيء في الملعب 6 كاميرات او 8 كاميرات الى مثلا 12 او 18 كاميرا في الموجوده في الملعب. طيب انا النهارده المفترض انا كحكم الفار وظيفتي ان انا اوضح واتيح للحكم افضل زاويه لاتخاذ القرار. طيب يا كابتن ناصر، حضرتك يمكن كنت عندي ضيف قبل كده وكنا بنتكلم على انه من الطبيعي انه مع تطبيق الفار الجدل حوالين الاخطاء التحكيميه ده يقل، بس احنا شايفين يا كابتن ناصر انه واحده واحده عمال الجدل ده يزيد من ساعه تطبيق الفار. تمام، كلام استاذ ساره كلام جميل جدا. احنا قلنا المشكله مش بس في الحكم، المشكله في ثلاث عناصر مهمين جدا استاذ ساره، واحنا قلنا المشكله في التقنيه، هل التقنية بتنفذ بالشكل الصحيح؟ المشكلة في عدد الكاميرات، مشكلة في الحكام الفار. حول حكام الفار وفي مشكلة ليه؟ لأن أولاً لم يتم تدريب حكام الفار بالوقت المسموح اللي هم يقدروا من خلاله يقدروا إن هم يدوا القرارات بالشكل الصحيح. ليه؟ لأن مفترض إن احنا النهارده بنطبق تقنية جديدة، كان ساعات التدريب والتدريب للحكام كان المفترض تاخد فيها أكبر وقت عشان خاطر تقدر الحكام تاخد القرارات الصحيحة. أيوه. النمرة اثنين، عندنا المفترض احنا بنحط حكام الفار اللي هم عندهم الخبرات الكبيرة. الحكم الذي له قدرة في ان هو يدي القرار للحكم ويكون في ثقة ما بين حكم المباراة وحكم الفار. طيب. بمعنى ان انا يعني النهارده كحكم كبير دولي لما بلاقي ان في حكم دولي في الفار على قدر كبير من المهارة بيبقى في اطمئنان كحكم ليا، لما بيجي يديني قرار انا ببقى اعتقد نفسيا مرتاح. بعكس لما تديني حكم ما عندوش خبره فانا بشكك في القرار اللي بيقوله، وهي دي المشكله. المشكله يا فندم احنا عاوزين نقول ان الفتره اللي جايه
لابد من مسؤول الحكام ان هم يبتدوا يعملوا كورسات كتيره، لان احنا بقى لنا 5 أشهر احنا ما بنتمرنش على التقنيه، وعندنا حكامنا لسه ما زالوا حتى الان. طيب التقنيه دي تسمح لي كابتن ناصر، بعيدا عن تقنيه الفار، بعيدا عن تقنيه الفار، وحضرتك كنت احد مسؤولين لجنه الحكام، يهمني اعرف يعني لجنه الحكام بتختار او ايه هي المعايير اللي على اساسها بتختار الحكام لاداره المباريات؟ يعني هل بيتم الموضوع بشكل ليه علاقه بجماهيريه النادي؟ هل بيتم الموضوع بالدور؟ هل بيبقى فيه قرعه؟ يعني على اي اساس بتتحدد المعايير اللي بختار منها بيها حكم معين لاداره مباريات الدوري؟ تمام يا كابتن احمد، السؤال جميل جدا برضك، عشان نوضح للناس كلها، هو لما الفار اتعمل للاسف الشديد احنا كان هناك في حاجه اسمها رخصه الاونفيلد، الاونفيلد اللي هم ايه؟ الحكام الذين لهم الحق في ان هم يحكموا في ميدان اللعب. تمام. وللاسف الشديد هم حكام قليلين جدا جدا يا كابتن احمد. اي. يعني احنا بنتكلم تقريبا في 18 حكم هم بس الذين يحملون رخصه الاونفيلد. انا ما اقدرش اجيب حكم ثاني من الحكام يقدر يحكم لان هو معهوش الرخصه. وبالتالي احنا بنقول ايه؟ احنا لابد ان احنا نوسع القاعده بتاعت الاختيارات من خلال عمل كورسات تاني للفار لحكام تانيين ياخدوا الفرصه بتاعه الاون فيلد، لان انا عشان اعمل تدوير او روتيشن للحكام لابد يكون عندي على الاقل 35 او 40 حكم. النهارده حضرتك انت بتلعب في 18 حكم، يعني معنى كده ان كل اسبوع 9 حكام، 9 و9، كل اسبوع الحكم هيلعب. بس حتى لو كان العدد قليل يا كابتن ناصر، زي ما حضرتك بتقول، مش من المنطقي شويه انه كابتن ابراهيم نور الدين يدير مباراتين للاهلي تقريبا في خلال يمكن ايه 10 ايام 12 يوم؟ يعني برضو مع كامل الاحترام لانه العدد قليل زي ما حضرتك بتقول، بس مش من الطبيعي، احنا عندنا 18 حكم، يعني المفروض نقابل مثلا. انا مش ضد كابتن ابراهيم نور الدين، انا بتكلم عشان نفهم بس سياق الموضوع بيمشي ازاي. لكن من الطبيعي ان انا اقابل كابتن ابراهيم مثلا كل 7 8 ماتشات، لكن يعني في 12 يوم كانت. طبعا هنتكلم في التعيينات دي، مهمة جدا. موضوع التعيينات مهم جدا، واعتقد ان الكابتن وجيه احمد موجود، هو رئيس لجنة الحكام. أيوة. ويمكن هو مسؤول عن التعيينات بقاله فترة كبيرة جدا. ولكن بنتكلم في كمان حاجة مهمة جدا، معايير اختيار الحكم للمباراة. أيوة. كل حكم لابد ان هو يكون يعني جديد بمباراة، يعني مش كل مباراة تمشي على كل حكم يا كابتن احمد. ولكن بنقول ايه؟ بنقول ان احنا لو حكم مثلا، يعني انا بتكلم ايام ما كنت حكم وانا عندي مشكله مع نادي او في مشكله مثلا مسبقه، انا يعني بيتم بعادي شويه عن النادي عشان انا ما بقاش انا تحت ضغط نفسي كحكم، وبالتالي انا النادي كمان بيبقى ساعات احيانا مش متفائل بيا، مش هنقول ان انا الحكم وحش، لا هنقول انه مش متفائل او مش مرتاح ليا، وبالتالي هنا بنراعي حته مهمه جدا جدا، الحكم اللي بيكون عنده خطا مع نادي لابد ان احنا نبعده شويه وبعدين نبتدي نرجعه بشكل واحده واحده، وبالتالي هنا يبقى مفيش مشكله. ده الاستثناء يا كابتن ناصر، معلش يا ساره، ده الاستثناء. انا عايز اعرف القاعده اللي على اساسها بتتوزع الحكام او اسماء الحكام على اداره المباريات، يعني هل بيبقى في اجتماع اسبوعي بنقعد كده نقول والله الحكم الفلاني هيحكم ماتش كذا، ولا بيبقى في دور، ولا بيبقى في قائمه من بدايه الموسم مع اعلان مواعيد الماتشات والجدول بيتم تحديد او تسكين الاسماء بتاعه الحكام؟ ايه السيستم المعمول بيه في داخل لجنه الحكام؟ تمام، كلام جميل وكل اسئلتك حلوه يا استاذ احمد بيه. احنا بنتكلم في اختيار الحكم في التعيينات، اكيد في لجنه التعيينات موجوده، هذه اللجنه تجتمع كل اسبوع وبتشوف مثلا المباريات المهمه في الجدول، هل هذه المباراه مين ياخدها، فلان او فلان او فلان، وبعدين هنا بياخدوا اراء وبتصويت على النادي الاهلي مثلا عنده مباراه، النادي الزمالك عنده مباراه، لا فلان الحكم الفلاني هو اللي يقدر يشيل المباراه. اكيد بتبقى في لجنه الاختيار، واللجنه دي بتبقى عامله معايير لاختيار الحكم في هذه المباراه. طيب كابتن ناصر، بس عايز اعرف من حضرتك، يعني لو الاخطاء دي فضلت مستمره وعدم تطبيق الفار بشكل صحيح في الدوري المصري، هل ممكن يبقى في عقوبات من الفيفا؟ هل ممكن مثلا يتم سحب الترخيص؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه التوابع؟ تمام، الاسئله جامده. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان الفيفا يتابع كل ما يدور في الفار عندنا في مصر، وبالتالي هو في بروتوكول للتطبيق وفي اجراءات للتطبيق، وهنا الفيفا بيلزم اي دوله تنفذ او تطبق الفار بهذه المعايير. عندما يلاحظ الفيفا ان هناك مثلا الامور مش ماشيه بشكل كويس، اكيد بتبقى في اجراءات من الفيفا بالتحذير او بالانذار او بايقاف الفار لفتره لحين اعداد الحكام بشكل جيد.
صحيح، هنشكرك شكرا جزيلا ونعتذر على الاطاله. اعتقد حضرتك نورت لنا جزء كبير جدا من الجزئيه الخاصه سواء بالفار او بمعايير اختيار الحكام. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. شكرا يا فندم. طبعا تخلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا في السادسه.